ستايل. مباراة ايضا هتقول اسرار كتير. ادي تمريرة خطيرة جدا جدا، وادي سقوط وابعاد وفرصة وجول جول جول جول. اتلخبطت واتصلحت وتهيأت لأشرف مجدي علشان يسجل هدف التعادل. هدف التعادل في الدقيقة 84، كورة متلخبطة وفيها صربعة وفيها أخطاء كم كبير جدا جدا. بص شوف الحكاية، ادي الكورة وادي الابعاد. اصطادها اصطادها البديل اشرف مجدي، هو اللي بدأها ورجعت له. بتحب الكورة علشان الجونة. يدرك التعادل اصدقائي في الدقيقة 84. مباراة مجنونة، مباراة عصبية، وعادت الجونة في الوقت القاتل للقاء. الاخطاء يا اصدقائي الاخطاء، علشان كده قلت لحضراتكم كلمة.